رقم 57 السيد مصطفى السيد شباك رقم 1 رقم 1 رقم 1. سؤال المليون، بنك التعمير والإسكان، هل هو بنك للتعمير والإسكان فقط أم هو بنك متكامل لديه جميع الخدمات المصرفية؟ معك 30 ثانية. صح صح يا مصطفى، سيبها صح. هو بنك للإسكان؟ يكون بنك متكامل. رد على براد. طبعا متكامل، ما هو بنك. بنك متكامل. متأكد؟ إجابتك صحيحة. بنك التعمير والإسكان يقدم جميع الخدمات المصرفية على أعلى مستوى. بنك التعمير والإسكان، بنك كبير والأول في التعمير. اللي بعده.